اليوم الجمعة وحبيت أسعدك بدعوة. الله يسعدك ويعطيك ويرضيك ويشفيك ويحقق أمانيك ويسخر لك يا رب الأرض ومن عليها. قولي آمين. الله يفرح قلبك ما تمنيتي وأكثر يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة يوميات ست هانم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، متنسوش اللايك. أنا أوريكم طبعا غرفة الأطفال أهي، صورنا فيها اهي، وريتكم شكلها ايه، وقلتلكم دي غرفة الولاد عندي. هوريكم دلوقتي الصالة الكبيرة اللي قعدتنا كلها فيها اهي. عندي هنا الصالة اهي مفتوحة على بعض، عندي ده باب البلكونة اهو، وهنا عندي كنبة استديو جنب باب البلكونة، هنا عندي شباك في نص الصالة اهو، الكنبة اهي عند باب البلكونة والشباك، والكنبة التانية جنب الشباك. يعني انا عندي كنبتين استديو، كنبتين جنب بعض، الفرق بينهم الشباك. عندي هنا الصالة اهي مفتوحة على المطبخ، يعني انا عندي هنا مطبخ امريكاني مفتوح على الصالة. دي طبعا الصالة بتاعتي انا، جريت الكنب لقدام وعملت وراه كنست وراه وكنست الصالة. هلمع معاكم تلميعة خفيفة كده ونفرش السجاد مع بعض. هاجي هنا، انا طبعا مش عايزة اطول عليكم الفيديو، بالشرشوبة كده تلميعة سريعة كده للأرض عشان الترابة مش هتاخد معايا اي وقت. هنا عندي دي طرقة بتودي على الصالة التانية، ده عندي باب الشقة، ده باب الشقة الرئيسي اللي بندخل منه. عندي باب تاني في الطرقة بيوديني على الناحية التانية على الصالة التانية. لما معاك كده الأرض متاخدش معانا أي حاجة. هنا عندي الشباك، هنا ده عندي عمود، عمود هنا في نص الصالة، ده عندي هنا قلت المطبخ.